السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر خلاص. معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري القطري أو دوري نجوم قطر، بداية من اليوم بإذن الله تعالى الاثنين 22/8/2022. لأول مرة تزورنا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، الفيديو هيكون بتوقيتين، توقيت قطر اللي هو توقيت نفسه توقيت مكة المكرمة، وفي نفس الوقت برضه هيبقى في توقيت مصر. اليوم باذن الله تعالى الاثنين 22/8/2022 المرخيه هيلعب امام الدحيل الساعه 25 دقيقه مساء بتوقيت قطر، الساعه 24 دقيقه مساء او عصرا بتوقيت مصر، وطبعا 25 دقيقه بتوقيت مكه المكرمه. المباراه باذن الله تعالى متابعين الكرام بين المرخيه والدحيل على قناه بين سبورتس اتش دي المفتوحه والمعلق حسن العيدروس وقناه الكاس القطريه اتش دي 1 الاولى والمعلق خليل البلوشي. بعد كده نادي قطر هيلعب امام الوقره الساعه 6:30 مساء بتوقيت مصر، وتوقيت 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعه 7:30 مساء بتوقيت قطر ومكه المكرمه. قناه نقل المباراه قناه بي ان سبورتس اتش دي المفتوحه والمعلق باسم الزير، وقناه الكاس 1 القطريه اتش دي المفتوحه والمعلق سمير المعرفي. متابعين الكرام، يوم الثلاثاء 23/8/2022 باذن الله تعالى نادي الريان هيلعب امام النادي الاهلي القطري الساعة 24 دقيقة او 4:15 عصرا او مساء بتوقيت مصر، الساعة 25 دقيقة او 5:15 مساء بتوقيت قطر ومكة المكرمة. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي المفتوحة والمعلق باسم الزير، كذلك قناة الكاس 1 اتش دي القطرية والمعلق سمير اليعقوبي. بعد كده السد القطري هيلعب امام الغرفة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت قطر ومكة المكرمة. المباراة على قناة بين سبورتس اتش دي المفتوحة والمعلق احمد البلوشي، كذلك قناة الكاس 1 القطرية الأولى والمعلق خالد الحدي. يوم الأربعاء بإذن الله تعالى 24/8/2022 نادي أم صلال هيلعب أمام السلية الساعة 25 دقيقة أو 5:15 مساء بتوقيت قطر ومكة المكرمة، الساعة 24 دقيقة أو 4:15 عصرا أو مساء بتوقيت مصر على قناة بين سبورتس اتش دي المفتوحة والمعلق عامر الخزيري، وقناة الكاس 1 اتش دي القطرية والمعلق عبد الرحمن العبد الله. آخر مباراة في الجولة في نفس اليوم الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت قطر ومكة المكرمة، مباراة الشمال أمام العربي. قناة ناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي المفتوحة والمعلق سوار الذهب، كذلك قناة الكاس 1 القطرية اتش دي الأولى والمعلق أحمد الطيب. متابعين الكرام، توقع لي نتيجة المباريات الآتية: مباراة السد أمام الغرفة والريان أمام الأهلي، ومباراة قطر أمام الوكرة. لا مش لازم، يعني مش لازم الوكرة والمرخي لانها تبقى مباراة بسيطة. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.